ازيكم يا شباب؟ دلوقتي نشرح مع بعض chapter 4 excretion in living organisms excretion in animals. دلوقتي احنا عارفين ال pathway بتاع الفود، يعني احنا هنبدا من اول ال pathway بتاع الفود. الفود بيدخل على ال digestive system، وبعدين حبه منه digested ودخلناه في ال first term، وحبه indigested او undigested food. ال indigested food هيخرج على شكل solid wastes outside the body، ده من ال digestive system، ده ملناش دعوة بيه، ده مش في ال excretion process، علشان doesn't pass through plasma membrane. يعني ال excretion هنا في ال biology معناه ال wastes which pass through plasma membrane، كده نقول عليها excretory materials، excretory products، cell wastes كده. فالdigested food كان واقف في small intestine، جه راح في blood root والlymph root اللي فاكر من الترم الاولاني. فاحنا بنتكلم على خلاص الdigested food ده لما راح للbody cells through the blood root or lymph root or whatever، هيروح السيلز يعمل ايه؟ هيعمل بقى برضو حاجة من الترم الأولاني اللي هي oxidation of glucose و proteins ويطلع energy. يعني هو هيروح السيلز ال digested food ده هيحصل له oxidation عشان يطلع energy، أو هيحصل له ايه؟ metabolism. هيحصل له metabolism خلاص، اللي هو anabolism و catabolism، وهيطلع حاجات منها wastes أو طلع energy، المهم يطلع حاجات اللي هي ال products اللي هي ال wastes. احنا بقى بنتكلم على السيل ويستس دي. السيل ويستس دي هنسميها excretory materials، وهي دي اللي هتطلع من السيل للبلد through plasma membrane. فأي حاجة passes through plasma membrane تبقى excretory materials أو cell wastes، أو نقولها في الليسن بتاع الاكسكريشن. يبقى احنا ملناش دعوة بال undigested food ده اللي هو cell waste، اللي هو solid wastes. نرجع بقى للديفينيشن بتاع الاكسكريشن. زي على اساس الكلام اللي احنا قلناه، it's the vital process by which the living organism gets rid of waste products that are produced from the biological processes أو harmful metabolic products and the chemical reaction that accompanied them. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اللي احنا قلناه انه هي through plasma membrane لازم يكون جاية من metabolic process، مش تكون جاية من digestion زي digestive system او كده. عندنا ال first excretory material هي ال water وال carbon dioxide. ال water وال carbon dioxide دول جايين من ال metabolic process بتاع ال glucose. glucose oxidation لو فاكرين can produces carbon dioxide و water vapor، وال water vapor دي بتطلع تعمل تروح عند الالفيولاي، وال carbon dioxide ده برضو excreted through the lungs. فكده دي اول metabolic process او اول waste product عندنا. nitrogenous waste product، nitrogenous waste product دي كلمة nitrogen يبقى على طول related to the proteins، فده جاي من breaking down the proteins. ومدام nitrogenous waste products أو proteins يبقى نزود كل الكلام اللي بادئ بحرف اليو، urea، uric acid، urinary system كده، يبقى ده داخل معانا. فالnitrogenous waste products زي الأمونيا واليوريا واليوريك acid، والnitrogenous waste products دي excreted as a in the form of urine through the urinary system. طيب هو النيتروجين يميس اللي بيطلع من اللنجز مع لما احنا اتنفسنا كل الكومبوننتس بتاعه الاير، اكسجين وكربون دايوكسيد ونيتروجين وكل الجازز، والنيتروجين طلع زي ما هو، زي ما انا قلت الترم الاولاني ان النيتروجين بيخرج من اللنجز من غير ما يحصل له اي حاجه، البادي مش بيستفيد منه. ليه؟ لان البادي يوتيلايز النيتروجين اللي موجود في البروتينز. يبقى النيتروجين اللي بيدخل ويخرج ده ملوش دعوه بالاكسكريشن برضو. النيتروجين through the lungs ده ملناش دعوه بيه، ده مش معانا. احنا قلنا ال undigested food ده والنيتروجين خلاص قلناه. نيجي بقى لل excretory organs. excretory organs دي
هما 4 organs: skin, 2 lungs, 2 kidneys, و liver. ال 2 kidneys وال liver دول مع بعض في نفس ال نفس ال action, يعني بنعمل نفس الحاجة مع بعض, بيحبوا بعض يعني. فنقول skin, نقول الأول ال excretory materials. احنا قلنا الكربون دايكسايد والووتر وفولاتايل سابستنس يعني اي حاجه ليها اودر, وسبايسز دول اكسكريتد ثرو ذا لانجز, عشان كده دايما الواحد لما بياكل حاجه ليها ريحه على طول بتطلع في النفس. والكربون دايكسايد ده قلنا ان هو جاي من الاكسيديشن اوف جلوكوز والووتر كمان. طيب الليفر والتو كيدنيز, نيجي عند التو كيدنيز دي اكسكريت الاكسس ووتر واكسس سولتس وكل النيتروجينس ويستس اللي هي اليوريا واليوريك اسيد والامونيا وكمان شويه من السبايسز. خلاص الليفر بتحول البويزنس ماتيريال لنون بويزنس, وده خدناها في السنه اللي فاتت ان الليفر دايما مثلا لما يكون حد بياخد ادويه كتير اكتر حاجه بتبوظ عنده هي الليفر, لان هي بتاخد كل الدراجز وتقعد تعالجها شويه. الليفر بتاخد كل البويزنس ماتيريال اللي داخله معاها مثلا مع الفود وتحولها نون توكسيك انسوليبل فورم. الليفر دي محشوره في اي حاجه يعني, ويعني وبتدافع جامد عن الجسم. السكن اكسكريت اكسس ووتر واكسس سولتس ونيتروجينس ويستس, بس سمول اماونت اوف نيتروجينس ويستس طبعا. الووتر والسولتس اكسكريتد ان ذا فورم اوف سويت, يبقى السكن ده اكسكريت سويت. التو كيدنيز اكسكريت يورين, والتو لانجز اكسكريت كربون دايكسايد ووتر فيبر وسبايسز. نبدا بالفيرست اكسكريتوري اورجان اللي هو سكن, والسكن ده البيجست اورجان ان ذا بودي عشان هو كفر ذا هول بودي. السكن consists of two layers, الابيديرمز والديرمز. الابيديرمز هي اللاير اللي برا اللي هي السيرفس لاير, وفي بعدها انر لاير. يعني الابيديرمز consists of two layers, سيرفس لاير وانر لاير. السيرفس لاير دي ديد خلاص ماتت, وبتطلع مثلا مع لو انت مثلا نشفت وشك بفوطة او غسلت وشك او كل اللير دي كلها بتخرج بتقع يعني, ممكن احنا ما نلاحظهاش. هي consists of horny substance اسمها كيراتين, وهي protect the body against microbes. طيب هي قبل ما الابيديرمز دي قبل ما تموت كانت الانر لير بتاعت الابيديرمز, فالانر لاير بتاعت الابيديرمز دي هي اللي لما بتموت بتبقى الاوتر لاير. يبقى الابيديرمز تو لاير, سيرفس لاير وانر لاير. الانر لاير دي لما بتموت بتبقى الاوتر لاير اللي هي هورني سابستنس او نون ليفينج تيشو. وعلى طول الابيديرمز دي كومبنسيتد من الانر لاير. الانر لاير بقى فيها حاجات كتير جدا, فيها sweat glands, sebaceous fat glands, hair follicle, sensory nerve endings, blood vessels, fatty cells. كل حاجة ليها function. فأنت عندك في الكتاب كل واحدة حطيت لك تحتها function بتاعتها, ودي سهلة جدا يعني الشرح. الحاجات اللي دي الستراكشر نفسه ما بيبقاش فيه فن. سويت جلاندز دي الفانكشنال يونت اوف ذا اكسكريشن ان ذا سكن. يعني ليه السكن ده اكسكريتوري اورجان؟ عشان فيه سويت جلاندز اللي هي ويتش اكسكريت سويت. هنا بقى الفن في الشرح, انه ازاي السويت ده بروديوسد. السويت جلاند دي كفرد مع يعني حواليها بلاد كابيلاريز كتير خلاص. فوقت السمر بيحصل dilation في blood capillaries اللي حوالين sweat glands. dilation يعني تكبر. يعني ايه dilation؟ يعني relaxed, يعني ما تبقاش ماسكة في بعض.
توسع تكبر، هو ده الدايليشن. يحصل دايليشن في البلاد كابيلاريز اللي حوالين السويت جلاندز، فالسويت جلاندز تبدأ تعمل اكستراكشن للاكسس ووتر واكسس سولتس الموجوده فيها، يعني تبدأ تاخد منها اكتر ميه وسولتس وكده، توديها لغايه السويت تيوبس وبعدين السويت بورز. فهو ده الفن في الشرح في الجزء ده، لكن الباقي كله عادي، ده ستراكشر مفهوش اي حاجه. طبعا لازم الواحد يشيل على طول السويت لانه بيبقى فيه سولتس، فممكن يعمل باد اودر او يبدأ يعمل حاجة حساسية او اي حاجة. تاني حاجة موجودة في الديرمز اللي هي الهير. الهير دي فيها الهير نفسها الشعراية، يعني ليها الريكتور ماسل وهير فوليكل وفات جلاندز. الماسل عشان تحركها، انما الفات جلاندز عشان تخليها سموث. خلاص الفاتس عشان تعمل اويلي سكريشن فيخلي الهير سوفت او سموث ويخليها فاسيليتيت ات تو اكزيت، لكن المسل تحركها بس، مش هي مش المسل اللي بتخليها سموث. في سنسوري نيرف اندينجز موجوده في الديرمز. سنسوري نيرف اندينجز يعني النيرفز يعني، ودي اللي بتخليك تحس بالبين والبريشر والتمبريتشر. فالدرس ده يعني هو اصلا درس سهل، فما كانش محتاج يعني شرح جامد او كده، وحتى الاسئله اللي عليه ما فيهاش فن، يعني كلها سهله ان شاء الله تعرفوا تحلوها.